كنلعب لا ديسيبلين رولر فريستايل. كنجي دائما للبارك مع الصديقات والاصدقاء ديالي في انفا بارك. صراحه بلاصه متوفر فيها كل شيء، مرافق، اي حاجه كنحتاجوها حنا لي غايدور، سورتو بلايص فين كنديروا لي شوفمون لي زيتيرمون لي زيكيبمون. كاينين هنايا كل شيء كنلعبوا فيهم افون لا سيسون ديال اللعب ديالنا. تكون بلاصه تري سيكوريزي وفي متناول الجميع، ماشي غير لي باسيوني بحالنا، يعني الاباء يجيبوا وليدات ديالهم يلعبوا وحدهم. هنا كاينين دي بلاص فيرت فين كيجلسوا كيشوفوا وليداتهم كيلعبوا وحدهم. يعني صراحة أنا فرحانة بزاف حيت كنجي لهاد البلاصة. هاد أنفا بارك زوين كيعجبني، كنجي مرة كنراجع، مرة نهار الحد كنجي مع العائلة، ومرة كنجي الراجع ما عندي، كان عندي مين كان عندي الباك كنجي كنحفظ الراجع هنايا. جينا اون فامي انا والابن ومون ايبوز، جينا لهاد البارك كنجيو سوفون كنبروفيتيو من لي زيسباس فيغ من لي جو و اون ا بروفيتي دو سيت ايفينمون لا بروجيكسيون دو فيلم كي سو في بليزيور فوا دون لا سيمين، وجينا نتفرجوا هنايا في هاد لو بارك في دوكيومونتير. سا في بليزير اي جيسبر كو سا فا سو رينوفلي بلو سوفون. كيعجبني هاد لو بارك هذا اللي تيتعتبر احسن بارك على الصعيد المغرب، واللي زوين فيه هو فيه فضاءات الالعاب بالنسبه للولادات الصغار، وكيتعتبر حتى متنفس لينا حنا بالنسبه للعيالات اللي عندهم وليدات. وبالمناسبه ديال هاد اليوم مورغانيزين واحد لو فيلم اللي غيتفرجوا فيه ويستافدوا منه الوليدات الصغار.